استريح يا شباب. يقول سلام يا بيرق يضم الشهادة ما ينتكس في يوم تنكيس الأعلام على البيارق له شموخ وريادة والسيف الأجرب تحت مفتاح الإسلام. اليوم يوم العلم، علم المملكة العربية السعودية، يجسد مفهوم الدولة، يعبر عن الوحدة الوطنية والعمق التاريخي للمملكة العربية السعودية، يعبر عن الشموخ والعزة والمكانة والكرامة، يعبر عن المبادئ التي تقوم عليها الدولة. فأسأل الله أن يديم حكومتنا الرشيدة قيادة وشعبا، وأن يحفظ راية التوحيد لنا. قولوا آمين. كيف حالكم يا شباب؟ عساكم طيبين. اولا نبي ناخذ مشاركاتكم عن يوم العلم، لكن حاب ابارك المشاهدين الكرام ولكم بقدوم شهر الخير والرحمه، شهر رمضان المبارك، فكل عام وانتم بخير وعساكم من صوامه وقوامه يا رب العالمين. نبي ناخذ مشاركاتكم يا الربع بمناسبه يوم العلم. شافي يوم مشاركه